آيات بينات كتاب الله يتلوها علينا فضيلة الشيخ مصطفى عبد العزيز والي القارئ والمقيم بالأطرشة. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول Thank you.
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا قال القائلون يا عيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال ولن تقل الله إن كنتم مؤمنين Oh,
قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا you
أأنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إن كنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ما قلت لهم إلا ما
أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء ما قدرت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة وتلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة الشيخ مصطفى عبد العزيز والي القارئ والمقيم بالأطرشة. كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وكسوف الضيافة المتنقلة تطلب دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البرعود بمدينة الباجور. رقم التليفون 38-85-0-42 بالمكتب وسعيكم مشكور جميعا.